انا مش حاسه السؤال ده لان انا عارفه العيله كلها يعني. العيله كلها رياضيه يا فرانكو، ومش انت بس اللي بتلعب رمايه. فخلينا برضو نرجع للباك جراوند شويه في العيله. طبعا طبعا، هو والدي طبعا اللي شويه يعني ساعدنا ان احنا نحب الرمايه دي. يعني السيد ابتدى ياخدنا واحنا بنروح السيد واحنا عيال صغيره، يعني واحنا صغيرين جدا، فابتدينا ممارسه الرمايه من السيد. وبعد كده طبعا من النادي السيد ابتدينا بقى نخش بطولات ونحب طبعا الالعاب الرمايه بالكامل اكتر، وهي دي اللي طبعا دخلتنا في موضوع الرمايه اكتر يعني. بس انت يعني ما فكرتش ليه تلعب للمنتخب الايطالي بالمناسبه؟ احنا عارفين ان انت ليك قبل كده يعني شاركت كتير قبل كده مع المنتخب المصري. طيب ولا في قوانين تمنع؟ لا، هو حياتك طبعا لما الواحد بيتكود وبتدي يضرب جوه مصر طبعا بيبقى اولا طبعا جوه المنظومه المصريه للرمايه، وصعب قوي ان هو يغير يلعب باسم تاني هو طبعا جوه منتخب مصر، فمستحيل هو يفكر اساسا انه يضرب لدوله تانية. بس قانونيا اعتقد ان بعد مرور مده زمنيه معينه ممكن تلعب لو شخص لو ما اشتركتش باسم مصر لمده مثلا 4 سنين ممكن طبعا تشارك بمنتخب تاني، بس طبعا مش هو ده الكيس يعني عندنا. يعني